بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلبة الصف الثامن، اليوم سوف نبدأ بدرس جديد وهو درس السلطة التنفيذية، وهو الدرس الثاني من كتاب التربية الوطنية. بدرسنا لليوم رح نحكي عن السلطة التنفيذية، رح نحكي عن مكوناتها، رح نحكي عن وظائف السلطة التنفيذية والعلاقة ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. لكن قبل ما أبلش بدرسي لليوم، خلينا نتذكر إنه أخذنا في الدرس السابق عن السلطة التشريعية، صح؟ وحكينا عن مكوناتها ووظائفها والعلاقة ما بينها وبين السلطة التنفيذية، صح ولا لا؟ طيب الآن بدنا نعرف شغلة يا ثامن، إيش هي؟ إنه الدولة فيها ثلاث سلطات: السلطة التشريعية وأخذناها، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، صح ولا لا يا ثامن؟ تمام، خلينا نبلش بالسلطة التنفيذية، وأكتب السؤال التالي: عرف السلطة التنفيذية. عرف السلطة التنفيذية. بقدر يا ثامن إني أطلق على السلطة التنفيذية الحكومة، يعني بالامتحان لو أقول لك عرف لي الحكومة أو عرف لي السلطة التنفيذية، نفس التعريف، تمام يا ثامن؟ طيب، هي الهيئة السياسية والإدارية العليا التي تشرف على أحوال الشعب وإدارة شؤونه وعلاقات أفراده، وهي المسؤولة عن توفير وسائل الحماية والأمن للمواطنين. إذن هي عبارة عن سلطة عليا بالدولة، مهمتها الوحيدة إنها تشوف أحوال الشعب، تدير شؤونهم، تشوف علاقتهم مع بعضهم البعض، أيضا بتوفرهم الأمن والحماية في الوطن، تمام؟ طيب الآن خلينا ننتقل إلى مكونات السلطة التنفيذية. مكونات السلطة التنفيذية، اكتب السؤال التالي: مما تتكون السلطة التنفيذية؟ مما تتكون السلطة التنفيذية؟ من إيش بتتكون يا ثامن؟ من إيش؟ واحد، رئيس الحكومة، رئيس الحكومة. اثنين، وزراؤه. ثلاث، مستشاريه. أربعة، رؤساء الأجهزة المختلفة. رئيس الحكومة نفسه رئيس الوزراء، تمام؟ طيب، هذا النظام السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية، هذول كلهم معمول فيهم في الأنظمة البرلمانية، تمام؟ إنه يكون عندي سلطة تنفيذية ويتخذ القرارات ونواب، وهذول الأشياء كلها موجودة في الأنظمة، الدول اللي فيها أنظمة برلمانية، تمام. السلطة التنفيذية مين المسؤول عنها؟ جلالة الملك، تمام؟ جلالة الملك هو مسؤول إنه يعين رئيس الوزراء والوزراء، تمام؟ هلأ أنتوا بتشوفوا إنه هاي الفترة الملك أمر بحل مجلس الوزراء، تمام؟ يعني حكى إنه رئيس الوزراء هو وزراءه، خلص أعطاهم مهلة أسبوع عشان خلص يكملوا كل مهامهم. فمعناته مين المسؤول إنه يضع رئيس الوزراء ووزراء؟ مين؟ الملك، تمام؟ وبقبل استقالتهم. وكثير كنا نشوف على شاشة التلفزيون إنه مثلاً وزير من الوزراء يرفع استقالة لجلالة الملك، والملك هو اللي يوافق عليها، تمام؟ طيب، إذن بهاي الصفحة عرفنا الحكومة أو السلطة التنفيذية، وحكينا عن مكونات السلطة التنفيذية، ومين المسؤول عن تعيين رئيس الوزراء ووزراءه هو الملك، تمام. متى تأسست أول حكومة أردنية ومن كان يرأسها؟ بتعرفوها سهلة، أخذناها من الصف الرابع وخامس وسادس. مين المسؤول؟ عنا رشيد طلع، هو كان مسؤول، كان يترأس أول حكومة أردنية برئاسة رشيد طلع. متى كانت؟ 11/4/1921. 11/4/1921، تمام. خلينا ننتقل لصفحة البعديها. عدد وظائف السلطة التنفيذية. عدد وظائف السلطة التنفيذية، يعني إيش وظائف السلطة التنفيذية؟ إيش بتعمل؟ واحد،
المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة، المسؤول على أنه يحافظ على الأمن الموجود في الوطن ويحمي المواطنين من السلطة التنفيذية. توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، يعني وزارة الصحة، وزارة التعليم مثلاً، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة السياحة، كل هذول مسؤولة عنهم. مين مسؤول عنهم؟ السلطة التنفيذية. تمام. ثلاث، إعداد مشروعات القوانين وتقديمها للسلطة التشريعية لإقرارها. إذن اللي بيعد مشروعات القوانين وبيقدمها للسلطة التشريعية مين؟ السلطة التنفيذية. تمام. طيب، أربعة، إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. خمسة، متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة. اللي بتابع إنه القوانين تنفذت هي السلطة التنفيذية، من اسمها سلطة تنفيذية بتتابع إنه تنفذت القوانين. طب السلطة التشريعية بتتابع تشريع القوانين. تمام. طيب، ما الجهة أو السلطة التي تراقب أداء الحكومة وأعمالها؟ حكيناها بالحصة السابقة. مين؟ السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة. السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة. تمام. ما الوزارات المسؤولة عن كل مما يأتي؟ التعليم. يلا شطورين بتعرفون، سهلين. مين مسؤول عن التعليم؟ وزارة التربية والتعليم. الصحة، وزارة الصحة. طيب، المواقع السياحية مين مسؤول عنها؟ وزارة السياحة والآثار. تمام. السفارات الأردنية مين؟ وزارة الخارجية. الجامعات، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تمام. هاي هون احنا كاتمينهن وحليناهن. تمام، بتحلوهن على الكتاب. طيب، ننتقل إلى النقطة الثالثة من درسنا، العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. اكتب: ما العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية؟ بس نضيف ما وحط علامة سؤال. إيش العلاقة؟ تحترم كل سلطة مهام السلطة الأخرى واختصاصاتها. إذن كل سلطة، يعني السلطة التشريعية، تتحترم قرارات السلطة التنفيذية واختصاصاتها. تمام. والسلطة التنفيذية لازم كمان تحترم السلطة التشريعية. فبيحكينا أن السلطة التشريعية إيش بتعمل؟ تشرع القوانين وتراقب أداء الحكومة. السلطة التشريعية تشريع، بتشرع القوانين وتعمل على مراقبة أداء الحكومة. طب السلطة التنفيذية إيش بتعمل؟ إدارة وتسيير أمور الدولة ضمن حدود تلك القوانين. إذن السلطة التنفيذية بدها تعمل على إدارة الدولة وتسير أمور المواطنين، لكن ضمن قوانين معينة. تمام. طيب، الآن بدنا نأخذ مثال. أعطي مثال على كيف تقر القوانين. خلينا نأخذ أنا وياكم مثال، إنه أنا بدي أقر قانون معين، إيش الإجراءات اللي راح تكون، شو راح يصير؟ يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي يحق له قبول المشروع أو تعديله أو رفضه. يعني بيجي مين؟ رئيس هالوزراء بيكون مجهز قانون معين، شو بعمل؟ بروح بعرضه على مجلس النواب، ومجلس هالنواب بحق له إنه يقبل القانون أو يعدل عليه أو يرفضه نهائيا. تمام. بعدين اتوافق على هالقانون، برفعه لمين؟ لمجلس الأعيان. وبحكي لنا أي قانون مستحيل مستحيل إنه يتم إصداره إلا لازم إنه مجلس النواب ومجلس الأعيان يوافقوا عليه. تمام. وبالخطوة الأخيرة لازم يصدق عليه الملك. تمام. طيب، إذا بدرسنا لليوم حكينا عن مكونات السلطة التنفيذية، حكينا عن وظائف السلطة التنفيذية، وحكينا عن العلاقة ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. بشكل سريع، امسك قلمك وافتح دفترك وبلش حل معي أسئلة الدرس. الأسئلة مش كتير، أصلاً الدرس مش كتير يا ثامن، عشان هيك إحنا بدنا نحل الأسئلة. ما المقصود بالحكومة؟ السؤال الأول، ما المقصود بالحكومة؟ أكتب: الحكومة
هي الهيئة السياسية والإدارية العليا. هي الهيئة السياسية والإدارية العليا التي تشرف على أحوال الشعب. هي الهيئة السياسية والإدارية العليا التي تشرف على أحوال الشعب وإدارة شؤونه وعلاقات أفراده، وهي المسؤولة عن توفير وسائل الحماية والأمن للمواطنين. السؤال الثاني: للسلطة التنفيذية وظائف عديدة، أذكر ثلاثا منها. اكتب معي: 1- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 2- متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة. 3- المحافظة على أمن الوطن. تمام. السؤال الثالث: مما تتكون السلطة التنفيذية؟ أكتب: رئيس الحكومة، وزراءه، مستشاريه، رؤساء الأجهزة المختلفة. رئيس الحكومة، وزراؤه، مستشاريه، رؤساء الأجهزة المختلفة. السؤال الرابع: فسر ما يأتي. وجود رقابة من السلطة التشريعية على أداء الحكومة. ليش السلطة التشريعية بتراقب الحكومة؟ يعني بتراقب السلطة التنفيذية، شو السبب؟ اكتب: لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم. ب: أهمية توجيه السلطة التنفيذية لعمل دوائر الدولة. ليش السلطة التنفيذية بتيجي بتوجه دوائر الدولة؟ شو السبب؟ اكتب: لمتابعة عمل الدوائر وتقييم الأداء. تمام. طيب الآن السؤال الخامس: بين طبيعة العلاقة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. تحترم كل سلطة مهام السلطة الأخرى. واختصاصاتها. فالسلطة التشريعية تشرع القوانين وتراقب أداء الحكومة والسلطة التنفيذية تتولى إدارة وتسيير أمور الدولة ضمن حدود تلك القوانين. شرحنا الدرس، حليت لكم الأسئلة، وهي أنا كاتبهم بشكل مرتب. بتمنى منك إنك تفتح دفترك وتحلهم، أنا زي ما أنا حليتهم بشكل مرتب بكتابة اليوم والتاريخ والعنوان، وتحدد كل إشي أخذناه على الكتاب. والسلام عليكم.